اهلا، احنا هنعمل فروت سلطة بس بطريقة مختلفة شوية بكل الفاكهة، وعشان الفاكهة ما تسودش زي الموز والتفاح هنجيب ليمون ونحط عليه شوية مية قليلين جدا وعسل على قد ما نقدر عسل، ونفضل ندوبه شوية اهو لحد ما داب. انا مدوباه يعني من الاول. طيب احنا معانا برتقال، تفاح، برقوق، كمثرى، جوافة وموز. هنبدأ بالموز علشان الموز هنقلب، فالموز هيبقى اكتر. طبعا نقطع الموز صغير، ماشي، والموز اهو قطعناه. نقطعه يعني على حسب احنا عايزينه كبير ولا صغير. انا عملته كبير انا عشان انا بحبه كبير، وكمان فايدته بتكون اكتر. هنقطع اهو دلوقتي البرقوق، خلي بالكم كويس جدا على ايديكوا عشان التعويرة يعني توجع قوي قوي، وكمان تعويرة السكينة بتحرق، فيعني الاحسن خلوا بالكم جدا كويس جدا على ايديكوا عشان التقطيع دي مش حاجة بقى سهلة ولعب، لا حاجة جامدة. اهو، ودي دي اسهل من ان احنا نفضل نقطع، وكمان بتخلي شكلها احلى. بصوا حلوة جدا شكلها، عاملة زي الوردة. هنشد بقى كده، سهلة جدا وجميلة جدا. ودي بتلاقوها، دي بتتباع في اي مكان، وبرده ممكن ان انتوا تقطعوها بطريقتكم انتوا، بس انا حبيت عشان ما يعني ما اطولش الفيديو عليكم. احنا دلوقتي خلصنا تقطيع كل حاجه، برتقال، تفاح، موز، برقوق، وكمثرى، واحلى حاجه بالنسبه لي الجوافه. طيب واحنا دلوقتي احنا وريتكم دي الليمون على العسل ومتدوبين كويس جدا على شويه ميه بصاد. بصوا اهو حلو قوي قوي، هنحطه دلوقتي، بيخلي الحاجه لونها ما يسودش، وكمان طعم ده بدل الصوص الكريم شانتيه الحاجات دي. اهو هنقلبه، يا رب طبعا يعجبكم لما تعملوا زيي، طعمه تحفه بجد مش قادره اقول لكم. عملته قبل كده كذا مره ودقته يعني وجربته، حلو قوي قوي. والليمون حتى طعمه ما بيكونش باين، ده يعني عشان العسل بيكون طعمه معسل جدا وتحفه، ويعني هيعجبكم جدا. طيب احنا اهو خلصنا، وده كمان تقدروا تعملوه على فكره في اي مناسبه، ويبقى شكله اهو، شكله حلو جدا جدا اهو. احنا كده خلصنا. انا احب اقول لكم انا ليلو، انا الشانل بتاعتي اسمها 5 minutes crafts with ليلو، اتفرجوا عليها. كل ويك اند في الاسبوع هعمل لكم حاجه ذكيه وجميله. انا ده اول فيديو ليا، ويا رب يعجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للفيديو
وتعملوا لايك، وإن شاء الله تتفرجوا على كل حاجاتي وتستفيدوا من أفكاري الجميلة. باي باي.